بالنسبه لخويا الدجاج طلع كل شيء ثمن كله هو طلع. بالك بالنسبه للدجاج الرومي، الدجاج الرومي بعناه ب 380 والصدر ديالو بعناه ب 45 درهم، الفخاد ديالو تنبيعوهم ب 440 هاد الايامات كانوا هي ب 400، والدجاج الحدير 380، والدجاج البلدي داير 65 درهم 1300. كاين الغلا بزاف اخويا، ما بقاش المدخول اخويا المصور ما بقاش. دابا الغلا لا غلات السلعه ما تيبقى فيها والو، تخدم بحال خدام فابور وصافي. تيجيب لنا الكاميو هنا البلدي تنمشيو ليه للسواق، السواق تاع الباديه. بالنسبه للدجاج اخويا دابا راه كاين اللي مالف تيدير بعض الطيور سميتو، ولا تيديه يطير ولا جوج، ما بقاش هذاك تي الناس تستعمل بزاف، ما بقاش هذاك الشيء. نقص اخويا حنتي الغلا راه ما كاينش شي ثمن اللي بيكون زوين ويديه الناس، راه ما كاينش. هذا الارتفاع اخويا باقي عاد يكون مستمر. تنسولوني تما لي نسل على تيحطوا الناس السلعه تيقول لك راه باقي بلاصتو غالي، حنتي العلف غلا والصوائر تزاد وكلشي تزاد اخويا، ما كاينش كلشي دابا تزاد. ليه هضرتي معاه تيقول لك تزاد، حسبها تزيد شي 10 دريال ولا شنو هي تاع الترونسبور.